معايا على الهاتف الكابتن الكبير كابتن عصام عبد الفتاح رئيس لجنه الحكام للاتحاد المصري لكره القدم. يا كابتن عصام صباح الخير، على حضرتك مشرف ومنور. صباح الخير عليك يا كريم وعلى كل مشاهديك الكرام. شرف لينا النهارده ثقه جديده من الاتحاد الافريقي لكره القدم في حكامنا المصريين واستدعاء الحكمين المصريين محمد معروف واحمد الغندور. راي حضرتك ايه في هذا القرار اللي بصراحه انا شفته قرار مشرف جدا؟ والله الحمد لله، يعني دي ثقة كبيرة زي ما حضرتك قلت في التحكيم المصري، وأعتقد دي إضافة وإن شاء الله ربنا يوفقهم. ومن خلال هذه المداخلة طبعا يعني بدعو المولى عز وجل بالشفاء لمحمود البنا وأيضا أحمد حسام والأستاذ جمال علام. زي ما أنت شايف يعني الموضوع الكورونا ده منتشر بشكل غير عادي ما بين الفرق والحكام، فربنا يستر علينا جميعا وربنا يشفيهم ويرجعوا لنا بالسلامة إن شاء الله. وكل طبعا دعوات لكل حكامنا المشاركين في البطوله بتقديم اداء ان شاء الله مميز يكون شيء يعني مشرف كده للتحكيم المصري باذن الله. ان شاء الله. انا قريت لحضرتك تصريح كمان ان انت قلت انه الكابتن ابراهيم نور الدين كمان ممكن ينضم ليهم خلال الايام القادمه. والله يعني هو في كلام ان ينضم حكم وحكم مساعد. الكابتن ابراهيم نور الدين من ضمن ناس المرشحين بقوه واحد الحكام المساعدين كمان ان شاء الله. هما بيطلبوا من حضرتك الحكام بالاسم ولا بيطلبوا من حضرتك ترشح حكام للبطوله؟ لا، هي لجنه الحكام احنا بنجتمع بنتكلم مع بعض من خلال الزوم وبنشوف التطورات اللي بتحصل. انت عارف طبعا ان اكثر من حكم وحكمه اصيبوا بالفيروس وطلعت العينه بتاعتهم ايجابيه، ف خايفين يعني احنا في الفتره الجايه ان ممكن يكون في ناس ثانيه يعني، فبن يعني عاملين خطه بديله كده ان احنا ممكن نستدعي بعض الحكام عوضا عن اللي هم مصابين، لان ما اعرفش مده الاصابه هتبقى قد ايه بالنسبه لبعضهم يعني. بكاري جسامه اللي هيحكم مباراه بكره ان شاء الله، شايف انه هيكون موفق باذن الله في مواجهه منتخبنا الوطني؟ شايفه اختيار موفق اصلا للمواجهه الكبيره بين منتخب مصر والمنتخب النيجيري؟ أنا شايف إن هو الحقيقة اختيار موفق من لجنة الحكام الأفريقية. جسامة من الحكام الكبار، حكم راح 2 كأس عالم ومرشح يروح الثالثة، فأكيد عنده سي في كبير، عنده خبرات كبيرة زي ما أنت شايف. حتى يعني الماتشات الكبيرة كلها أعتقد يعني هيكون حكام كبار بنسبة كبيرة يعني. فأعتقد إن ده يعني اختيار موفق وإن شاء الله ربنا يوفقه ويعمل مباراة جيدة إن شاء الله. طيب حكامنا هم كلهم رايحين كاس الامم الافريقيه والحمد لله، حاجه مشرفه جدا وحاجه نفرح بيها وربنا يشفي المصابين بكورونا. مين هيحكم كاس الرابطه؟ كاس الرابطه عندنا هيكون خليط بقى يعني اكيد كاس الرابطه اللي هتكون الحقيقه طبعا بطوله جايه في وقتها بشكل جيد جدا الحقيقه في توقف الدوري وبسبب كاس الامم. اعتقد ان الجميع هيستفيد، اذا كان الانديه هتستفيد من اللاعبين اللي كانوا ما بيلعبوش بشكل كبير في الدوري، يعني تديهم الفرصه. نفس القصه احنا هندي الفرصه لبعض الحكام الجدد اللي هيشاركوا زمايلهم الكبار الموجودين معانا في مصر، فربنا يسهل. واعتقد ان هي هتكون بطوله موفقه للجميع من يعني اجل هنشوف. هنشوف يا كابتن عصام وجوه جديده للحكام في كاس الرابطه ولا الوجوه اللي احنا بنشوفها؟ لا ان شاء الله هيكون في وجوه جديده. يعني هيبقى خليط طبعا. يعني هيبقى في خليط ما بين القديم والجديد ان شاء الله. في عناصر نسائيه؟ احتمال وارد احتمال يعني. ان شاء الله وارد. طيب. كنا سمعنا ان في نقاش على مستحقات الحكام في كاس الرابطه، هياخدوها من الرابطه ولا هياخدوها من اتحاد الكوره؟ الامور دي اتحلت ولا مفيش ازمه اصلا؟ لا مفيش ازمه ان شاء الله، ما فيش ازمه وكل شيء ماشي بشكل كويس ان شاء الله. طيب اخر حاجه، اخر مكالمه كانت بيننا سالتك لما يجي مجلس اداره جديد لاتحاد الكره هيبقى موقفك ايه؟ قلت لي انه هرفع الحرك طبعا انه مجلس جديد هبقى مش موجود لحد ما ياخدوا قرارهم. انت الوضع بالنسبه لك ايه في الوقت الحالي؟ ده حقيقي زي ما قلت لك، وطبعا الاتحاد جه الجديد وجه على طول على كاس الامم الافريقيه فما كانش في صوت يعلو فوق صوت كاس الامم. وكنت اتكلمت مع الاستاذ جمال علام، فكل شيء مؤجل الى بعد نهايه كاس الامم ان شاء الله. بس اكيد اتكلم معاك قال لك احنا محتاجينها كابتن عصام مثلا، عايزينك تكمل معانا. والله بص 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 يا كريم، لكل حدث حديث وانا يعني دايما بحترم راي الاخر.
لان ممكن يكون هم الناس لهم وجهه نظر تانية، عاوزين ناس تانية تتماشى مع افكارهم، ما فيش اي مشكله خالص. واحنا امانه بنأديها خلال هذا الشهر كلجنه الحكام، والناس طبعا لهم مطلق الحريه في اختيار من الاصلح ان هو يدير التحكيم في مصر. صحيح. كابتن الكبير كابتن عصام عبد الفتاح رئيس لجنه الحكام بالاتحاد المصري لكره القدم، انا بشكر حضرتك شكرا جزيلا على هذه المداخله.